صالحي دكتور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا فيكم. دكتور، يعني خلال حياتنا اليومية بنتعرض لمشاعر مختلفة، كيف ممكن نقدر نضل مسيطرين على انفعالاتنا؟ وهذا من أهم الأسئلة. الناس اللي بتسمعونا بتخيلوا أنه لا يمكن أن نسيطر على مشاعرنا، لا بل ممكن منهم يستغربوا أنه هل من الممكن أن نسيطر على مشاعرنا، ومنهم بيحكوا لك أنه كمان هذا مش حلو، أنه نصير نحب بالعقل يعني ونغضب بالعقل ونصير نتحكم بدرجات مختلفة من المشاعر. الواقع نعم يمكن، وهذا احنا بنسميه علم تنظيم المشاعر، emotional regulation. لا كيف؟ السؤال كيف، يعني يا ريت هيك كلمتين نحكيهم يساعدوا الانسان. هذا علم كامل وبده جلسات وبده شيء، لكن حنحكي زي زبدة الموضوع. خلينا ناخذ مثال عشان يسهل علينا فهم الموضوع. الغضب من اهم المشاعر اللي احنا بنواجهها في حياتنا ونتائجه كارثية. هل يمكن نتحكم بغضبنا؟ نعم، نعرف أسبابه. أول شيء نعرف لماذا نحن نغضب. واللي بيقول لي ما بعرف ومش هاي، لا إحنا بفكر شوي، معلش ساعدني أنا وياك نوصل لحلول. بغضب من لأنه الأردن مثلا فيها عدم نظام بسواقة السيارات، بغضب لزغزقة العصافير صباحا، بغضب لأنه أبوي وإني مش متفاهمين. شو ما كان السبب حطه على لائحة، ثم نسأل حالنا طب ليش بزعلك إنه أبوك وإمك متضايقين؟ ايش اللي بزعل بالموضوع؟ بيستغرب وبتطلع علي انه بزعلش الموضوع، بقول بزعل ماشي، بس لماذا؟ ايش اللي زعلك بهاي النقطه تحديدا؟ بضلني اساله ايش وليش، ايش وليش، لحد 5 مرات لما اوصل معه لعمق الموضوع هناك. ولكل نقطه كتبها باللائحه لمعرفه الاسباب برضه بنوصل لجذور بنلاقيها مشتركه في الاخر. بتلاقي الشخص بيعاني من المثاليه الزائده مثلا، فعشان هيك هو غضبان. بنلاقي الشخص هو عنده ارتباط بهذا الموقف تبع الغضب مع مواقف بالماضي، فهو بيسوي تعميم لمواقف الماضي. النقطة انه بدنا نفهم، نراقب مشاعرنا اولا ونعرف كل شعور نعطيه مقياس من 1 لـ10، او بلاش اذا هي صعبة علينا، خفيف متوسط شديد. وبعد ما نراقب مشاعرنا هاي على مدى يوم اسبوع اسبوعين شهر اذا بنقدر، هلا في تطبيقات بتساعد في هذا الموضوع، بعد ما نراقبها بصير في عنا نمط. نلاقي حالنا بنغضب يوم السبت مثلا لأن الناس بتداوم يوم الأحد عند هذا الشخص سواء بشغله، نلاقي إذا غضبه ومشاعره لها علاقة بالعمل. خلينا نحكي بلاش يحكي الدكتور اختار الغضب أسهل إشي، هنحكي على الحب كمان. الحب له مقدار وله كمية، لازم ما تكون هيك عشوائية ولا تكون لها قيم مطلقة. بحبه بسألها للبنت بتحبي قديش، تقول لي بحبه 1000000%، بقول لها لا أنا نحكي بصوت العقل هلا، يعني قديش من 10 بتحبيه؟ بتقول لي 100 من 10، بقول لها كمان يعني 10 من 10، بتقول لي بقولها غلط. ليه؟ بتقول لي طب ليش دكتور كثير بحبه؟ بقول لها هذا الحب اذا انكسر بوجع كثير. هذا الحب بنحبه بمقدار، احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوم هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. يعني بدنا بالعقل كمان نتعلم هاي المهارات، مش يوم بليله تدريب. احنا نتعلم نسوق الدماغ زي كانه هو سياره، واحنا رح ناخذ رخصه نتعلم كيف نمارس سواقه مشاعرنا المختلفة في مواقف مختلفة. نعم. طب دكتور، يعني لما يكون الشخص يعني في يعني عشوائية في المشاعر عنده، ما بيعرف انه يسيطر، دائما هيك يعني عايش يعني هيك على كيف ما تيجي تيجي يعني، وبيعصب كتير بحب كتير وكل ما الى ذلك، كيف هذا الموضوع ممكن يأثر على حياته على المدى البعيد؟ هذا بيأثر على المدى البعيد كثير. يعني الغضب اللي ذكرتيه بالمثال هو أساس الشرور كلها. إنسان غاضب هو اللي بيقدم على الطلاق وعلى الأذى وعلى الضرب وعلى خلينا نحكي اتخاذ قرارات فصله من عمله ومشاكل أخرى. فالأولوية يعرف هون إنه هو غاضب، أهم إشي هو يعرف إنه عنده مشكلة، الغضب هو مشكلة. هو شعور، حقنا نغضب لكن ضمن معايير. إذا غضبت فأنا بنصح أي واحد حاب يغضب يغضب كما يشاء، بس ما يكسر هذول الشرطين. الشرط الأول ما يؤذي نفسه أذى جسدي أو معنوي أو يقود إلى اكتئاب أو قلق لاحقا، ولا يؤذي غيره. إذا غضب كيفما يشاء بالشكل اللي بشوفه مناسب دون أن يكسر هذول الشرطين فليغضب. يعني أنا ممكن أغضب من زميلي بالعمل لأنه صار بيني وبينه اختلاف بالرأي، بس ما بروح بسب عليه او بضربه او بعصب على حالي في الليل وبشد على اعصابي بالليل. بغضب كيف؟ بعبر عن مشاعري اللي جواي. يا زميلي يا حبيبي انا زعلت منك لانه هيك وهيك هيك صار. بعبر يعني بطلع اللي جواي، ما بكتمه، بخليه مع الوقت يكبر ويكبر ويكبر ويصير صعب التعامل معه اكثر. احنا بتعرف شو مشكلتنا صديقتي؟ مشكلتنا ما بنحكي، واذا حكينا ما بنعبرش ومنخبي، نتخبى ورا مشاعرنا ما كان هالمشاعر عيب.
صحيح ولا لا؟ هي مهارة يعني، صح. أنا بحكي يعني أنا طبيب نفسي ومتدرس فيها، بحكي أكثر من غيري، بس كمان أنا دربت عليها. أنا كمان كإنسان قبل ما أكون طبيب نفسي اتدربت كيف أتحكم بمشاعري وأطلعها بالوقت المناسب وما أتعامل مع الكل بنفس الطريقة. هاي مهمة، نقطة جدا مهمة. يعني أنا بتعاملش مع بابا وماما وزوجتي وأولادي زي ما بتعامل مع شخص غريب عني، ما بتعامل مع زميلي بالشغل زي واحد زميلي آخر بشوفه مرة بالسنة. يعني نتعامل مع الناس مش بفوقية أو بعدم فوقية بقصد، بس بدرجات مختلفة من المشاعر ومن الثقة ومن القرب ومن كمية الكلام صحيح، ومحتوى الكلام. نعم. طب دكتور، يعني انت حكيت لنا انه كيف نسيطر على مشاعرنا بشكل عام، بعدين يعني نعرف انه نسيطر على الغضب بقعدة هيك على هداوة، نحط لست ونكتب فيها كل المشاعر وبعدين نراقب حالنا، لكن لما الواحد ينفعل يعني يصير في اشي زي تريجر معين، مثير معين خلاه ينفعل، كيف ممكن يسيطر بهديك اللحظة على مشاعره بطريقة أنه ما تخليه يعني يفقد السيطرة على نفسه أو حتى يؤذي صحته؟ طيب، هل هاي هون بدنا نتعامل معها بجهتين؟ مش اتفقنا قبل شوي انه لازم احنا نتمرن على موضوع مراقبة الشعور تبعنا؟ يعني ما واحد بكون غضبه صفر بعد نعم. ثانية بصير غضبه 100، مش هيك الدنيا. بكون غضبه بتدرج 1 2 3 4، بطلع 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 لما يوصل لدرجة خلينا نحكي 8 من 10، هون بنسميها ريد فلاج، العلامة الحمراء. يعني هاي نقطة مهمة جدا ننتبه لها. أي إشي أقل من 7 من 10 بغضبنا أو بمشاعرنا الأخرى حله بكون شكل، وأي إشي بمشاعرنا الأخرى 8 9 10 من 10 حله شكل تاني. نتفق مع بعض من الآن إنه الدنيا هي مصدر من مصادر الضغوطات، سواء بالعمل، بالعلاقات الاجتماعية، بالدراسة، بأي إشي. فهي الدنيا أساسها قوانين الحياة، سنة الحياة، إنه كل يوم ننضغط أكثر. هذا ما نحاول نغيره، نحاول نتكيف نعم. معه. كل يوم بيجي علينا ضغط إضافي برفع مستوى القلق أو التوتر أو الغضب عندنا. اليوم أنا صحيت مثلاً غضبي كان 5 من 10، بالتأكيد بنهاية اليوم حيكون غضبي 7 من 10، لأنه في مشاكل بتصير تحدث، هاي طبيعة الحياة. فأنا ما بقدر أني أتذمر ليش زاد غضبي ليش زاد غضبي، بالأحرى بدي أحاول يومياً بشكل مستمر انه انزل مستوى الغضب من 7 الى 6 الى 5 الى 4. صحيته كان مزاجي 5 من 10، بدي احاول اخلي 4 3. دائما نسعى نحو تخفيض مستوى الغضب او الحزن او القلق بالتدريج، واذا وصلت 8 لازم نترك كل شيء في ايدينا، نعمل سلوكات معينه مثل انه الواحد ياخذ تايم اوت. انا في عيادتي لو وصل معي الغضب وصلش معي الحمد لله، بس لو وصل 8 من 10 باخذ بريك 5 to 10 minutes، بسكر حالي الباب، بطفي الاضواء، بتنفس بعمق، بفصل عن اي شيء في الدنيا، حتى تليفونات ما باخذها بال10 دقائق هاي، بفكر بشيء منيح لي، بحاول افهم انا ليش غضبان، هل بستاهل الموضوع غضبي وهل بستاهل اخسر صحتي عشان انا غضبان. بحاول افهم انه بقدر اعبر عن غضبي بطريقه اخرى، وبرجع لشغلي. اذا كنت في البيت ممكن امسك 2 ice cube مكعبين للثلج بايدي اضلني ماسكهم، هذا بحكي على 8 و9 و10 من الغضب او من الزعل او من الحزن، بضلني ماسكهم لحد ما انه ايدي تصير بارده جدا، مش قادر افكر، بمخي فكانه فصلت فيش الكهرباء عن مخي من الغضب والحزن. او ممكن اعمل هوايه بحبها انا، بدها تركيز المواضيع هاي عشان تنجح. الاسلوب العلاجي اللي بقترحه بدك تركز باللي بتعمله، مش تركز بايديك وبجسمك، تركز في عقلك. تسمع القران الكريم، تسمع الموسيقى اذا انت بتريحك. فهاي تختلف، اذا كان مستوى الغضب والقلق والتوتر اقل من 7 هذا حله، تلعب رياضة، تمارس هواياتك، تكون اجتماعيا عندك أصدقاء، تفضفض لهم بشكل يومي، ما تنام وأنت مغلول وأنت متضايق، إلا تنام وأنت منزل مستوى الغضب تبعك. هاي بشكل يومي روتيني بدها تنزل ليفل الغضب أو التوتر. والمواقف الضاغطة الحادة بدها أكشن إميديت، عمل نعمله فورا، 8 أو 9 أو 10، نوقف كل إشي ونأخذ البريك هذا تبعنا. هاي ما بتجي بيوم ويومين، بدها تدريب ومراقبة للنفس ومعرفتنا انه كل سلوك بنعمله قديش نزل لي مستوى الغضب تبعي. ممكن اعلم واحد يروح يسبح، بحب السباحة هو، بقول له هلا انتبه علي قبل ما تسبح، انت قديش مستوى الحزن او الغضب عندك؟ كان 6 من 10. بقول له بس تخلص السباحة 2 ساعات، اطلع واسأل حالك نفس السؤال، قديش مستوى الغضب او الحزن عندك؟ بقول لي 4 من 10. بقول له نستنتج انه السباحة تخفف 2 من درجات الحزن او الغضب والشعور اللي عندك اياها، ومسجلها هاي او مسجلها لنا. وهكذا على سلوكات اخرى، يتفرج على فيلم، يقرا كتاب، يقعد مع اصحابه،
فبصير معه في نهاية خلينا نحكي شهر أو شهرين سلة من الخيارات، كل خيار فيها له درجة من درجات مساعدته بتخفيف حزنه أو غضبه أو أو، وبالتالي عشان ما يمل من نفس الأسلوب بعلاجه بضل يختار كل مرة موضوع مختلف. نعم يعني دكتور حكيك جواهر بصراحة، يعني إن شاء الله أنه يعني يكونوا اللي عم بسمعونا استفادوا منه، لأنه فعليا يعني حكيت طرق عملية جدا ويمكن تطبيقها في حياتنا اليومية لنسيطر على مشاعرنا، وبالآخر يعني هاي صحتنا وكمان هاي نفسيتنا اللي بنحتاج أنه نحافظ عليها، وبالتالي من خلال ما أنه لما نكون عم ندير بالنا على حالنا حندير بالنا على علاقاتنا أيضا مع الناس. بدي أشكرك استشاري الطب النفسي دكتور أشرف الصالح، أهلا وسهلا فيك دائما براديو هلا. الله يرضى عليك.